حصل بين والدي ووالدتي في أول حياتهما الزوجية خلاف حاد، فقال لها والدي: أنت حرام علي. ولم يكن في ذلك الوقت يعلم أن هذا يمين أو ظهار، ولذلك فلم يؤدي كفارة إلى الآن، حيث بلغ عمره 90 سنة كما قلت، ووالدتي توفيت منذ سنين. فماذا على والدي الآن أن يعمل إذا كان قال لها: أنت علي حرام؟ نعم، وهو يقصد الظهار، وقد رجع إليها وطئها بعد ذلك، فإنها تجب عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا على الترتيب. والزوج إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فالأكثر على أن هذا يجري مجرى اليمين ويكون فيه كفارة يمين، وذهب بعضهم إلى أن هذا يكون من الظهار وأن عليه كفارة ظهار. وعلى كل حال الأحوط أن يكفر كفارة ظهار كما ذكرنا على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو الأحوط، وهو الذي قال به جماعة من أهل العلم. نعم، حتى لو لم يكن يقصد الظهار، كلمة أنت علي حرام يقولون هذه من ألفاظ الظهار على هذا القول. نعم.